sale loco de contento con su. هذا الفيديو هو فيديو عام عن التجارة والمفاصل التجارية. لما نتكلم عن التجارة نتكلم عن منتج أو خدمة. لف حواليك روح السوق روح أي مكان خش أي متجر في النهاية ما حتحصل إلا خدمة ومنتج. إيش ما كانت نوعها إيش ما كان انتماءها إذا كانت لها علاقة بالمواصلات بي اخره جانب التقنيه ليس استثناء في منتجات وفي خدمات. تمام. فلما نتكلم عن منتج نحن نتكلم عن منتج محلي ومنتج مستورد. المحلي بنت البلد تمام تحمل ثقافه المجتمع تحمل طابع ووصمه وخلاصه التجربة سواء كانت من العملاء ومن الجانب الفني. فالمنتج يطلع متشكل بملاحظات ورغبة وتفاصيل اللي تناسب الزبون المحلي. تمام؟ فالمحلي والمستورد في الجهة الأخرى المستورد دائما يكون براند ومعروف عالميا وعنده سمعة ثقافية وسمعة اقتصادية عالية، وبالتالي المستورد قد يكون غالي قد يكون رخيص، برضه المحلي برضه يكون غالي أو رخيص، ولكن اللي يفرق في الاثنين هي دائما القيمة المعرفية. القيمة المعرفية ممكن هي أهم الركائز في إنه المنتج يكون ذو قيمة. طيب؟ المحلي دائما قيمة الثقافية مكتسبة. تمام؟ المستورد دائما لازم يعرف عبر الدعاية، لازم يعرف. تمام؟ فالاستثمار في 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 المنتجات المحلية من ناحية تحسينها وإعادة عرضها بشكل أفضل يعني ممكن هي تكون اقصر طرق كانك انت تطلع موجه موجوده ما حتعمل موجه تطلع موجه بس فشيء موجود انت بس بتاخذه وبتحسن الاداء. بالنسبه للمستورد فعمليه التعريف وادخاله في يعني ادخاله من سوق لسوق اخر عملية صعبة تمام وقد تكون مكلفة تمام ولكن في النهاية اللي يحدد ايش هو المنتج المناسب ليك هو في النهاية عامل الربح والخسارة اللي هو العامل الرئيسي الربح والخسارة. إذا كان المكسب في المحل هو المحلي دائما اغنى ممتاز اذا كان مكسب في المستورد ممتاز هذا انت اللي تحدد. نيجي للخدمه. الخدمه هي شيء بعد المنتج تمام دائما الخدمه تكون شيء منتج قائم تمام. الخدمه في منها متوفر في منها محدود وهذا اللي يفرق اللي يدعم وجود منتج من هذا تمام. فالمنتج الممتاز هو المنتج مش بس اللي يكون مواصفاته ممتازه لا لان المنتج عمليه شرائه هي قرار ولكن الاستفاده منه تمتد لممكن شهور وسنوات. فالخدمه هي اللي تحدد اذا كان المنتج قيمه حقه تستمر او لا. الخدمة قد تكون متوفرة قد تكون محدودة. في ناحية المحلي الخدمة دائما متوفرة وهذه ميزة من ميزات التعامل أو صياغة المنتج بشكل محلي. ومحدود المحدود دائما يكون اللي هو المستورد
المستورد يعني أصعب حاجة ممكن تواجهها في المستورد على طول هي إن هو منتج خرج من بيئته وتم عرضه في بيئة أخرى ما فيها أي دعم. وبالتالي محدودية الخدمة للمنتج المستورد قد تكون معيب، ولكن اللي يحددها هو القيمة السوقية بالنسبة لك سواء كان المتوفر أو المحلي أو المستورد. القيمة السوقية إيش معناها؟ لما نجي نقيس القيمة السوقية، القيمة المعرفية هي معرفة المستهلك للمنتج سواء كان من ناحية المنتج نفسه أو من ناحية استخدام المنتج، استخدامه أو استهلاك المنتج. ولكن لما نتكلم عن القيمة السوقية نحن نقول حتى لو قيمة، يعني خلينا نقول اللبان، اللبان هو نشتريه من البقالة نص، اللبان هذا قيمة نص، لكن قيمة السوقية حقه كم؟ اضرب شوف احسب كم بقالة، كم بقالة موجودة في كم مدينة وشوف القيمة السوقية حقه كم. فقيمة اللبان انت تقول نص، قيمة السوقية حقه ممكن ملايين، تمام؟ فبالتالي اذا كان متوفر، يعني خلينا احنا اخذنا مثال لبان، خلينا ناخذ مثال مثلا سيارة. مثلا لو اخذنا سيارة محلية طبعا هي متوفرة، ليش؟ خلونا تكون متوفرة لانه زي مثلا تريد تسوق سيارة فرنسية في فرنسا او تسوق سيارة يابانية في اليابان، اغلب المهندسين الموجودين بيعرفوا الهندسة حق السيارة نفسها متخصصين فيها، تمام؟ ففكرة انك انت تحصل ناس بيشتغلوا في قطع غيار السيارة بيشتغلوا في صيانة السيارة كبير جدا، تمام؟ ففي بزنس قائم على منتج، بزنس قائم، بالتالي السوق منتعش بالمنتج هذا. فمش هي هو السؤال مش بكم السيارة، يعني السيارة ممكن تكون ب 35 40 ممكن 150 60، تمام؟ 160، ولكن القيمة السوقية للسيارة معناته كم سيارة موجودة في الشارع. يعني الآن أنت يعني تم بيعها مثلا في السنة الفلانية، أو كم سيارة من الشركة هذه موجودة في السوق حاليا. فلما تقيس القيمة السوقية هذه هي اللي تعطي الفني انه يختار، يقول لك لا انا والله اشتغل في التويوتا ولا اشتغل بالفرنسي. لو انا في فرنسا اشتغل بالفرنسي، كل السيارات اغلبها فرنسيه، يعني لو كنت في بلد فيه كل السيارات او الغالب، يعني غالب الناس بيشتغلوا تويوتا، ما اظن اشتغل في التويوتا احسن لي، لانه ده تيار من المستهلكين، لازم اكون مستفيد منه وان كانت الاسعار الصيانه والقطع عليه، ولكن امكانيه ان يكون في عندي عملاء ماشيه كثير، تمام؟ طيب في الجانب التقني كيف ممكن نتكلم عن الموضوع؟ نتكلم عن الموضوع هذا انه القيمه المعرفيه للمنتج سواء كان محلي او مستورد هي يعني المنتج بتفاصيله بتصميمه بكل حاجه، محليا منتج او كان مستورد من برا، يفرق كثير، لانه المبرمجين اللي كانوا سووه هنا حيكون معلم الناس زيهم، حيكون في عملاء كثير مشتروه، حيكون سعره برضه متناسق مع السوق، كل شيء يتشكل فيه في المنتج هو يتشكل محليا، فبالتالي القيمه حقه ايش؟ محليا قيمه معرفيه اعلى. بالتالي متوفر الدعم، متوفر الناس اللي تشتغل نفس اللغه، نفس الآلية في التطوير، نفس يعني الناس بتعلم بعض، وبالتالي كل التقنيات اللي ساهمت في تأسيس المنتج هذا متوفر من ناحية الفنيين، من ناحية الناس اللي بيشتغلوا فيها، من ناحية المستخدمين، من ناحية خبرة الاستخدام وخبرة الاستهلاك موجودة. خلينا نتكلم عن برنامج بسيط هو المحاسبة. لو في برنامج محاسبة محلي، برنامج المحاسبة هذا تلاقيه مثلا في ممكن شركة كبيرة من المحاسبين يستخدموه، بيعرفوا يستخدموه وعارفين طريقته وعارفين خلاص
فتلاقيه لو خرج من مؤسسه ودخل على مؤسسه ثانيه اذا بيستخدم نفس البرنامج المحاسب بالتالي ما حيتعلم مره ثانيه. هذا خلق نوع عنده نوع من الاستقرار. نفس الشخص لو نتكلم عن مجال ثاني كان شغال مثلا دليفري في شركه وكان راكب السياره تويوتا راح لشركه ثانيه دليفري السياره هي ما راح في شيء يتغير عليه يركز في الشغل بس. لما تبغى تقيس طبعا اذا الفني او الشخص اللي بيعمل بيركز على تفاصيل الادوات اللي بيشتغل بيها وكيفيه استخدامها هذا بياخذ النقطه في العمل. زي لما تيجي تقول مثلا شخص رياضي تمام كان يلعب كوره وتقول له العب سله هو النشاط واحد رياضه لكن السنين اللي جلس فيها في الرياضة هي رياضة لكن رياضة مختلفة مو معناته إنه النشاط نفسه يكون لا الكيفية حقت اللعب في جانب الخبرة أو خلاص هو وصل لمرحلة إنه حتى لما يعني يلعب بدون تفكير نفس أي موظف الآن لما يكون شغال على برنامج يكون شغال عليه بدون ما حتى يطوف في الشاشة. فهذه هي القيمة يعني الفاعلية حق المنتج يكون أو فعالية المنتج تكون أداء عالي معناته هو خلاص ينسجم مع الحل الموجود. تمام؟ هذه كلها تنحط في الاعتبار، وبالتالي نحن نتكلم عن منتج تمام؟ نتكلم عن خدمة. المنتج نتيجة يعني بعد ما المنتج يكون موجود الخدمة تكون أساسية والربح والخسارة هو اللي يحدد يعني في النهاية السوق ما في قواعد وانت اللي بتشوف اذا كان هذه الأغلبية مربحة او خسرانة بس هذه كل سوق تقريبا بالشكل هذا تمام واللي يأثر في السوق دائما اللي هو القيمة المعرفية والقيمة السوقية هي اللي ممكن تأثر في عملية المنتج أو الخدمة تكون رائجة أو لا. طبعا أكيد على حسب برضه الفئة المسلمة.